بسم الله والحمد لله والله أكبر. الآن إن شاء الله تعالى سنركز اهتمامنا على آية 88 من سورة يونس عليه السلام، وهي مكية في نزولها، إلا آية 40 وثلاث آيات من 94 إلى 96، وهي نزل بعد نزول الإسراء أي بني إسرائيل. واهتمت السورة دي بمأمورية قام بها الأنبياء جميعا عليهم السلام، يعني أمانة التبليغ مذكورة هنا، والذكر ذا يخلينا نركزوا على قيمة الرسالات، خاصة الرسالة الخاتمة التي تميز بها نبينا عليه الصلاة والسلام. وكذلك ذكر الله بعض علامات قوته الخارقة والوحيدة، خاطر قوة ربي تنشأ منها قوة غيبية، قوة كونية، قوة سحرية، قوة ثورية، وهلم جر. نسأل الله السلامة.